هي أحد أعتى حلقات الصراع في بلد الفرات. هذه الساحة في بغداد لا تزال تحتفظ بآثار ذلك اليوم، أي قبل سنتين حين فتح حراس شركة الأمن الأمريكية الخاصة بلاك ووتر النار على المرة العزى المخلفين 14 قتيلاً و 18 جريحاً من بينهم عادل جابر. بالشارع مستطرق، لا نأذي أحد، لا تجاوزنا على واحد، ضربونا بلا ذنب وبلا صوت. أرى أعرف ليش ضربونا يعني؟ الضحايا وذووهم شكلوا جمعية لمتابعة هذه الشركة أمام العدالة، ولكن في 31 كانون الأول ديسمبر الماضي قرر قاض فيدرالي إسقاط التهم عن 5 موظفين سابقين في هذه الشركة، ما سبب سخط العراق شارعا وحكومة. ارتكبته شركة بلاك ووتر بحق مواطنين العراقيين، لا يمكن للحكومة العراقية أن تتساهل بهذا الأمر، والحكومة العراقية منذ اليوم الأول كانت مدافعة. وقد حاول نائب الرئيس الأمريكي الحد من هذا الغضب الشعبي المتصاعد في العراق بإعلانه الشهر الماضي أن حكومته ستستأنف الدعوى ضد شركة بلاك ووتر. أعلن اليوم أن حكومة الولايات المتحدة ستستأنف القرار وستقوم وزارة العدل بتقديم ملف استئناف. كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا بأن العدالة الأمريكية تجري تحقيقا مع بعض أفراد بلاك ووتر التي أصبحت تسمى بأكس بتهمة تقديم رشا إلى مسؤولين عراقيين لسماح لها بمواصلة عملها في البلاد إثر تورط حراسها بإطلاق النار المميت في ساحة النسور، بينما باشرت السلطات العراقية بطرد 250 من عناصر هذه الشركة.